بعد حملة الانتقادات اللي طالته يخرج سناب شات رفكا عن صمته بفيديو عبر ستوري قال فيها بأنه لا يريد من أحد أنه يتحدث عنه في بلاتوهات التلفزيونية، وقال بأنه يتعرض للانتقادات منذ 3 سنين، كما أضاف أنه لا يريد التمثيل ولا يريد أن يصبح ممثل، فقد أضاف بأنه يتواجد فقط في مواقع التواصل الاجتماعي. شوفوا هذا الفيديو. على كيفك وبزاف لك وتقولوا لي اختك منهم ما تعمرش راسك. اي صافي 3 سنين، صافي 3 سنين هما توجور ميم سوجي سور لي بلاطو تيلي، وارفكا وارفكا مدو لو دارو لو. حبيت نفهمكم عفسه، انا الفن تاعكم جامي دخلت فيه، انا عندي مواقع تواصل اللي راني فيهم انستغرام سناب شات يوتيوب بوان بار، ما فهمتش كيفاش راكم تجبدوا فيا. والوزير تاعكم اللي نتوما ما مدلكمش، مام انا ما ديت من عنده والو، ما نسحق والو. عيط لي وزير، اش مسويدي اوكي عيط لي وزير نروح نشوفو. رحت شفتو قال لي كاين فيلم، قلت له مرحبا هذا الفيلم ظهر بلي ما كاش كاع منه، تسمى ما كان ني الدور الرئيسي ني بطاقه فنان، ما زيدوش جبدوا لي عليهم يرحم باباكم الصحه.